تشهد مدينة الموصل حملة كبيرة لإعادة تأهيل شوارعها منذ عام تقريبا، لكن حملة الإعمار هذه تغيرت بعض ملامحها بعد أن تضرر عدد من الشوارع التي أعيد إكساؤها، وهذا الضرر ظهر بعد شهر أو اثنين فقط من إكمال عملية الإكساء وإعادة التأهيل، مما أثار موجة غضب واستياء داخل الموصل. سعيدين بحملة أعمار مدينتنا، لكن للأسف الشوارع ليست بالجودة المطلوبة. يعني شارع جديد يرجع ينحفر خلال فترة ويرجع يتعمر، نقول أوكي يجوز عندهم خلل، يجوز عندهم نقص، لكن هنالك موضوع أنه موضوع السيارات الثقيلة الحمولات، طريق دهوك، طريق حي العربي، طريق القصور، ما خلال أسابيع يرجع يتموج، والسبب أنه ماكو مادة مقاومة أو سمك الطبقة يعني أقل من المطلوب. التقصير من الحكومة المحلية وكذلك أيضا وزارة البلديات والأشغال العامة، والسبب هو عدم نصب موازين للأحمال الثقيلة في داخل مدينة الموصل. مدير بلدية المدينة يقول أنهم أنفقوا المليارات على شوارع الموصل ومداخلها، ولكن الحمولات الثقيلة وعدم وجود موازين لضبطها سيضيع كل شيء، ورغم أن المقاولين يتحملون مسؤولية صيانة الشوارع لمدة عام كامل بعد إكمال عملية الإكساء، إلا أنهم يطالبون وزارة البلديات بنصب الموازين لأنها أصبحت حاجة ضرورية. في جميع مدن العالم يوجد هنالك موازين عند دخول المدن، وفي حتى في نظام الطرق في العراق يجب أن يكون موازين لضبط الأحمال الداخلة إلى المدينة. للأسف تفتقر مدينة الموصل رغم مطالباتنا من أكثر من 3 سنوات مع وزارة البلديات باعتبارها الجهة الرئيسية لموضوع الموازين. بعض مداخل الموصل بدأت الشركات بإعادة إكسائها مرة أخرى، ولكن سيعود الأمر إلى ما كان عليه، فالشاحنات التي تنقل الحمولات الثقيلة لن تتوقف، وضرر الشوارع كذلك، ومئات المليارات التي أنفقت أصبحت رهنا بيد حكومة بغداد، والتي من صلاحياتها نصب الموازين في مداخل المدينة لضبط الحمولات التي تدخل إليها. من الموصل محمود الجماسة، قناة التغيير.